السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هنتكلم عن نشاط مهم جدا. النشاط ده بيشغل وقت الطفل وبيسليه وبينمي مهاراته السمعيه والبصريه، وكمان بيطور حاسه اللمس والتذوق والشم عند الاطفال. بطل النهارده هو نشاط سله الكنز او تروزر باسكت. النشاط ده عباره عن ايه؟ هو عباره عن ان احنا بنقدم للطفل مجموعه من الاشياء المختلفه زي ما انتم شايفين كده، تكون مختلفة من حيث الشكل والحجم والملمس والمذاق والريحة كمان. بنعتمد على نشاط سلة الكنز ده من امتى؟ او يعني بنستخدمه من امتى؟ من اول ما الطفل بيبدأ يعرف يمسك الحاجة بايديه، يعني ممكن نستخدمه للاطفال الرضع، بس نخلي بالنا ان ما يكونش فيها حاجة حادة عشان الطفل ما يأذيش بها نفسه. طيب الاطفال من سن سنة فيما فوق هنبدأ بقى نشاور معاهم كل حاجة موجودة، يعني نقول لهم ده ايه، موجود فين، لونه ايه، اسمه ايه. الحاجات دي بتزود عندهم الحصيلة اللغوية. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم واستفدتوا منه، ولو عجبكم تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، ومع السلامة.